نحن الآن أمام المحطة الرئيسية للقطارات بمدينة ميونخ، البوابة الرئيسية للاجئين هنا في ألمانيا وفي اتجاه بعض المدن الأوروبية. هناك بعض المشاكل التي تواجه اللاجئين، حيث يريد البعض البقاء في مدينة ميونخ عند عائلاتهم، والبعض الآخر يريد التوجه إلى مدن ألمانيا أو حتى أوروبيا للالتحاق بأقاربهم ومعارفهم، لكن توزيعهم يعتمد على السلطات التي عادة لا تستجيب لمثل هذه المطالب، وهنا معي مثال على ذلك. مرحبا. أهلا وسهلا. حضرتك من وين جاي؟ جاي من سوريا. طيب كيف وصلت لهون ووين بدك تروح؟ وصلت مبارحة على ميونخ بالقطار، وبدي أبقى هون بميونخ مع عائلتي، أخوتي وخواتي وعمي موجود هنا، بدهم ياخذونا على دورتموند واحنا ما بدنا نطلع على دورتموند. طب حضرتك قلت لهم انه بدك تضل هون وقالوا لك لا؟ خبرناهم انه احنا بدنا نضل هون بميونخ، قال ما في مجال، قرارات جايه اليوم بدكم تطلعوا على دورتموند واحنا ما بدنا نطلع على دورتموند. طيب حضرتك من اقاربه، حاولت تتواصل مع السلطات؟ قلت لهم انه انا فيني اتكفل فيها، ما في داعي انه يتم نقله للمخيمات اللي تخصصها الدوله. بعثوا الناس ما محتاجه تروح هناك، ناس محتاجة تبقى هين يبعثونهم هناك، ناس محتاجين يروحون هناك يبقونهم هنا، يعني شغلة ما يعني مو صحيحة. أخي كريم، اللي ما عنده عائلة بمنشن بميونخ ممكن يطلع على دورتموند، بس اللي عنده عائلة عنده أهل بده يبقى هنا، مزبوط بده يبقى بمنشن بميونخ ما يطلع على دورتموند، احنا بدنا نبقى مع عائلتنا هون بميونخ، بدورتموند ما نعرف حدا، ما إن عائلة هناك، يعني عائلتنا كلها موجودة هنا، دورتموند 4-5 ساعات بعد من هنا. ما إلنا شغل هنيك، إحنا جايين بالأساس على ميونخ، بدنا نبقى بميونخ وراح نضل بميونخ، يعني ما راح نتحرك من هون، يعني مع عمنا مع أخواتنا مع أخوتنا هذا. فنطالب إحنا الحكومة الألمانية إنه تلقي تساوي حل، تلقي لنا حل لهالموضوع هذا. اللي عنده عائلة بميونخ أو بأي مدينة ثانية خلص وين ما يتوجه على عائلته، ما في داعي ينقلوا لمنطقة ثانية مشان يرجع يفرزوه على منطقة ثانية. حل سهل، يعني حل سهل، ما في، بس ليش عم يعقلوا هالأمور هاي ما بعرف. إذا كما سمعتم هذه المشكلة الأساسية التي تواجه اللاجئين الذين يتوافدون حاليا على ميونخ. كما سبق وقلنا، السلطات هنا في إقليم بافاريا تقول بأن المنطقة هي منطقة عبور وتوزع اللاجئين حسب خطة اعتمدتها بالتنسيق مع الفيدراليات الأخرى والحكومات الأوروبية الأخرى. أمينة سريري لسكاي نيوز عربية ميونخ.